إذن خصنا نبداو نحلوا الدين ديالنا. عاصيد كيقولها لكم بواحد الطريقة، والإخوان كلهم كل واحد تيقولها بالطريقة ديالو، وخص كلنا خص يكون عندنا آلاف طرق باش نوصلوا هذا الميساج. هذا الميساج راه مهم. كنا حنا غادي نكونوا هما فرنسا، اشنو الفرق بيننا وفرنسا؟ 14 كيلومتر. جا الاسلام بنى لنا السوس العظيم، حطوا لنا ما بين المغرب واوروبا. هذا الاسلام. اذا بغيتوا تعيقوا عيقوا، ما بغيتوش تعيقوا سينياليو هذا الروم. اوكي، جريتوا علينا من الكلاب هاوس، حنا جينا للتيك توك. تيك توك تاني سليو القحبة تاع تمنا تاني وجريو علينا من هنا. علاش؟ حيت بغينا نقول لكم واحد الحقيقة، وحقيقة مرة. ثقافة ديالنا ثقافة ديال ولاد القحاب، فهمها ولا ما تفهمهاش، تسينيالي ولا ما تسينياليش. ثقافة ديالنا 90% ديالها ديال شي ناس عايشين ديال مم على التشمكير، لا كرامة لهم. اللي حاضين هي المرأة، الفرج ديال المرأة والشرف كاين في الفرج ديال المرأة، واختك امك وبنتك، هذا هو الفكر ديالهم. وديما فمهم من اللدن حتى اللدن، هما عارفين كل شيء، هما فاهمين كل شيء، هما عارفين الحقيقة المطلقة. قاسون ما يقدروش يصوبوه. إذا حيدوا داك الغطاء وديك الجلالة اللي داروا لنا والدينا. راه كاع كنبغيو والدينا وكنموتوا عليهم، ولكن ماشي لدرجة أن الثقافة ديالهم داكشي اللي جابوه لنا نستعملوه. هل احنا باقين كنمشيو نسقيو الماء من البير؟ إذا كنتي غتستعمل الثقافة ديالك حتى كالو سيدي، هز الحمار ديالك ودير لصق فيه واحد الكوردة وجر تنتايا الدلو من راه الثقافة بحالها بحال أي حاجة أخرى. الثقافة كتغير والثقافة خصها تغير. المشكل هو فاش ما كتغيرش، خصنا نقولوا علاش ما كتغيرش. خصها تغير، ماشي تجي تقول لي لا ما خصناش نغيروه. خصك دير توتالمون العكس، 180 دوغري. خصك تغير الفكر ديالك. الثقافه هذه داروها والدي، علاش انا غنديرها بنفس الشيء؟ علاش انا غادي واش انا باقي غنجيب الماء من العوينه، ندفع لورما ديالي ونجيب الماء من العوينه حيت والدي كانوا كيجيبوا الماء من العوينه؟ نفس الشيء مع الثقافة، ما كنهضروش على شي حاجة مقدسة. راه الثقافة ماشي مقدسة، والإسلام راه ماشي شي حاجة من عند الله. راه الله ما كيهضرش الإخوان، الله ما غاديش يجي يقول لك كيفاش غتغسل زكوك وخصك تسلم بليد اليمنى وخصك تحسن شلاغمك وخصك راه الإله حتى ذاك الإله كون عطيناه اليونان كون جابوا لنا. وفعلا اليونان جابوا لنا آلهة واعرة، وفعلا الفراعنة جابوا لنا آلهة واعرة، وفعلا البابليون 8000 سنة هذه جابوا لنا آلهة واعرة. من جينا عند الشماكرية ديال محمد والصحابة اللي معاه، قال لك سيدي الإله ديالهم قهار وكيشد وكيشوي وكيحرق دينكم، وغادي يشدك ويلوحك في العفا وغادي يحرق دين مك انديفينيتيفمون. وأحسن حاجة غادي في هذا الوجود هي تدخل عند شي ناس أبرياء وتغزيهم كيف ما داروا لنا في شمال إفريقيا. خذوا المايك الإخوان، شكرا. واللي بغى سينيالي سينيالي يا الإخوان، تفضلوا سينيالي سينيالي القلاوي كامل ونرتاحوا كاملين. خذوا المايك، كنعتذر لكم الا بغيتوا نسد هذا الفضاء هذا نسدو دابا. جواد درتي عقلك؟ غتعطينا شي دليل ولا غتعاود لنا ديك الايه اللي قلتي قبيله؟ السلام عليكم الاخوان، كيداير لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ راه قلنا قبيله لاباس وقلنا السلام. تفضل اخويا. الله يبارك فيك. بس لاباس الاخ اللي قلت لك السلام عليكم كيداير لاباس بخير؟ هاني الدنيا هاني. انا غير كنشوف الاخ كريم اللي كان كيدوي دابا فهو يعني متعصب واحد شويه. اخويا راه ماشي متعصب هذا الشيء. اخويا صراحه مع كل راه حنا هنا ماشي تستافد انت ما عندناش فيك مشكل، لانك ترقصت استاذ الزبل هذا. حتى انا ملي كنت مرقد وسط الاخر ما كنتش كنستافد ملي كيجي كيقول لي شي واحد شي حاجه، لانه كنسد عقلي. فاحنا هنا ماشي باش تستافد انت، ماشي بالضروره تستافد انت، كاين الناس اللي غيستافدوا اصاحبي. فاحنا لازمنا نطالب بالدليل سي جواد. واش جبتي شي دليل اخر؟ الدليل ديال اش اخر؟ عطيني السؤال. دابا انا السؤال ديالكم نتوما ما عارفش شنو هو السؤال ديالك اللي غنجيب عليه دليل انا. شنو هو الدليل اللي عندك ان محمد ان خالق المجرات هضر مع محمد؟ وقول لي تاني ما كتعرفش السؤال. لا تفضل اعطينا الدليل. اعطينا الدليل على النبوه ديال محمد، ولا ان هذا الاله هضر مع محمد. تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تفضلوا الإخوان. ماشي منين تكلم مع الرسول؟ أعطينا الدليل بأنه تكلم مع الرسول. وما ماشي منين تكلم؟ منين تكلم؟ يعني already هو نبي. احنا كنسولوك عن النبوة، أعطينا دليل بأن محمد نبي الله، أن الله صيفط محمد على طريق جبريل وهدر مع محمد وكتب ليه قال ليها القرآن. عندك شي دليل؟ أنا غتعجبني إلا قلت لي اسمح لي يا خويا أنا تزدت مسلم، مع ماني خدمت دماغي سولت راسي. أنا ملي تزدت كنعرف بأن محمد نبي الله، مع ماني سولت كيفاش ولا نبي الله. تقدر تكون جريء لهذا المستوى هذا وتقول لنا سمحوا لنا الإخوان تانا راني بحالكم كبت جيت في واحد الوسط فيه الإسلام وداك الشيء اللي في الوسط ديالي هو أنا مناش، هو مناش أنا متكون من هذاك الوسط ديالي، لا علاقة بالعقل ديالي مع هذاك الشيء اللي كاين. قولها الأخ جواد، ريح هاد الناس اللي كاينين 161 واحد كيتصنتوا لك، يا إما غتعطيهم الدليل يا إما غتقول لهم أنا راني مسلم بالفطرة، مسلم بالتلقين. تفضل يا جواد. مرحبا اخويا، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا اخويا، كاينين دلائل عده اخويا بزاف. عندك اعطينا واحد حتى شوف دوك الدلائل، دوك الادله ولا الدلائل غادي تجمعهم كاملين وغتعصرهم مزيان وغتجيب لنا الزيرو ديالها. اعطينا واحد دليل بان فعلا محمد نبي الله. تفضل. واخ، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوا. هذا هو الدليل أخويا، دليل واحد، لتؤمنوا بالله ورسوله، أن هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى أرسل واحد الرسول لتؤمنوا به. تفضل أخويا. شكون الإخوة اللي بان لكم اللي بان لي هذا دليل؟ اعطينا واحد نشوفه. أنا ما غاديش نحكم عليك أنا بوحدي نقول لك ما عطيتيناش الدليل. شكون الاخوان اللي كيقول بان هاد الشيء اللي قال جواد راه دليل قاطع؟ يعطينا واحد، اكتب واحد في التكست. عافاكم عافاكم، شي واحد يكتب، واحد بغينا غير واحد يكون عنده العقل يقول اوكي هاد الانسان هذا قال لنا واحد دليل. الا سمحتي ديال الليل راه تنظن السيد ما فاهمش السؤال وما عارفش كيقول، راه ربما اول مره كيسمع هذا الكلام. الا سمحتي لك الصوت عندي مزيان صديقي جواد، راه انت دابا كتقول لنا كتدلل بالقران. جواد رانا نقول والله يا ربك انت غادي كتفلا هذيك. كمل اخويا. جواد راه انت باقي ما فهمتش السؤال ولا اول مره كتسمع هذا النقاش؟ دابا انت ديجا حكمتي بان القران كلام الله، شكون كيشكر العروسه؟ العروسه كتشكرها امها. دابا هذاك انا ببساطه نقول لك هذاك الشيء كاتبو غير محمد باش يسكت الناس. دابا انت دليل انا وكاتب محمد، الدليل على من ادعى؟ انت لي عليك الدليل، انت لي عليك الدليل. حتى في الاسلام تنقولوا انت اللي كتقول. لو اسمح لي واسمح لي غير بلاتي وحده وحده، الله يجازيك بخير. دابا الاخ الكريم اللي كان كيدوي معايا دابا في النوبه الاولى شنو قال لي؟ يعطيني دليل اننا خصنا نتبع الرسول من القران. قلت لي مرحبا ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. جبت لي الايه. لا ماشي هذا هو السؤال، ماشي هذا هو السؤال. وانا غادي نقول لا تسمح لي، اسمح لي. ماشي السؤال اللي عطاك والله يعطيك الخير. انا سمعتي السؤال، اذا خليني نوضح لك السؤال. الله يرحم والديك، غير واحد غلط. سمعتي السؤال غلط واحد الله يرضي. انا جاي غادي ندوي معك انت، انا جاي غادي ندوي معك انت. تقين راه السؤال سمعتي غلط، انا حاضر وسمعت كل شيء. راه ما سمعتيش السؤال مزيان، انا نوضح لك السؤال غير بلا ما تعصب. انا شكرا بعدا لي، شكرا لك بعدا، شكرا لك انسان بعدا واعي. ورا صراحه انا احترمك، انا احترمك، غير ربما انت اول مره كتشرى النقاش. دابا حنايا هذاك القران عارفين بانه تيقول محمد رسول الله وما محمد، وحنا عارفين هذا الشيء، ولكن حنا كنقول لك هذاك القران كاتبه محمد واصحابه وورقه بن نوفل وسلمان الفارسي وديحيى الكلبي و و و هو اللي كاتبه، فما تستدلش به. ولا بغيتي تستدل به يسمح لك، اعطينا شي حاجه جات في هذاك القران. هذا السؤال ديال صاحب اللايف ديال لي، عطينا شي حاجه من القران تثبت بانه من كلام الله وما يقدرش شي حد يكون الا الله هو اللي قال هذاك الكلام. الا بغيتي تستدل ليه بهذه الطريقه، اما باش تقول لي راه قال علي ولا قال هذاك راه ما عرفتش بيه. مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. اول دليل عندي
أول دليل عندي لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واخا صديقي جواد مازال ما فهمتيش السؤال ديالي جواد على هذه النقطة، غتسنى بعدا. الذكر ماشي هو القرآن، اسمع اسمع، الذكر ليس القرآن. اسمع الآية اللي عندنا بعدا، نعطيك الآية. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذه آية في القرآن. إذا بعدا اللي تحافظون الذكر ماشي هو القرآن، غير باش نوضح لك. ومازال كتستدل بالقرآن، نقول لك أنا كتبها محمد، هذه كتبها محمد بوحده ماشي من عند الله، فما تستدلش بها. واخا إذا سمح لي، واخا اذا سمح لي، اذا دابا هذا القران حنا ما بين يديناش كتعتبره قصه ولا شنو؟ شنو كتعتبره؟ القران كاتبه محمد وجماعته باش يتحكموا في القاطع وباش يثبت لك بانه، ولكن كلامه هو ما مش دليل بانه من عند الله، ثبت انه من عند الله. مجرد كتاب عادي يعني قد اي واحد يكتبه، ياك هذا هو الدليل، هذا هو المفهوم ديالك، ياك وي ياه اي واحد يكتبه. فوالا شكرا بزاف. فلماذا الله يجازيكم بخير منذ 1400 سنه حاليا الجمع الانسان ياتون بمثل هذا القران وما جابوش بحالو؟ علاش؟ اوكي جواد السيطره كتكتب بالسين ولا بالصاد؟ في بعض الحالات كتكتب بالصاد وفي بعض الحالات كتكتب بالسين. اعطيني الحاله اللي كيتكتب فيها، اعطيني الحاله اللي كتكتب فيها. دابا خرجنا، اعطيني الحاله، اعطيني الحاله اللي كيتكتب وانت كتقول لي هذا القران دابا. اوكي اسمع دابا القران تقدر تعطيني شي جمله؟ احنا قدام 154 واحد، اعطيني شي جمله مفيده كاينه في القران. بدا واش من عند الله ولا من عند محمد؟ عاد ندخلوا للسين ولا الصاد، نشوفوا بعد القران واش من عند الله. اوكي باش يكون القران من عند الله خص تكون فيه، خص اولا تكون فيه جمله مفيده. اعطيني شي جمله مفيده كاينه في القران. كيفاش جمله مفيده؟ كاينين العلم الغيب كاع ماشي غير جمله مفيده. لا اعطيني غير جمله مفيده. احنا سيدي داك الغيب، الى عندك الغيب اعطينا منه جمله مفيده. اعطيني شي جمله مفيده. جملة مفيدة ما تفضل. هل 154 واحد، 154 واحد بغاو جملة مفيدة من القرآن؟ تفضل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واش الرحمة كاينة في الغزو؟ واش الرحمة كاينة في ضرب المرأة؟ واش الرحمة كاينة في السبي؟ واش الرحمة كاينة في جهنم وقودها الناس والحجارة؟ واش هذه هي الرحمه عندك انت؟ غير اصبر قول لي فين كاينه هذه الرحمه. قول لي فين كاينه هذه الرحمه. وابلاتي وخليني ندوك، وخليني نجاوبك. وانت دابا كتعطي السؤال الناس كيسمعوا جاوب وعجاوب، راه المشكل هو ما عندكش الجواب. اعطيني. لا ماشي مهم، لا المشكل هو ما كتسمعش. يلا انا ما كنسمعش، عطي للناس اللي كيسمعوا، راه كيسمعوا بغاو جمله، الناس اللي كيسمعوا بغاو جمله مفيده. ماشي مشكل. واخا انت كتقول يا سيدي ان المراه يعني اهانها الاسلام، ياك؟ اول حاجه احنا بعدا خصنا نشوفوا المراه قبل من الاسلام كيفاش كانت. كانت تسبى، شوفوا المراه كيفاش كانت. كانت تؤد المراه، كانت تؤد. ومنين جات وشكون ولد هاد عرفنا كاش غادي تعاود؟ انا 17 عام وكيخراو عليا بهذا الشيء اللي كتقول. ماشي عرفناك ما تقولش. اوكي اش غادي تقول؟ يلا قول اش غادي تقول. ان سيد ديفرنتلي دار ها؟ انت ما كتعلمش الغيب، خاصك تسمعني اشنو كنقول. يلا قول اش غادي تقول. تفضل وعاد تفضل صاحبي، منك عداد. عاد تفضل. ولكن ربما غادي نشكل لك شي مشكل ولا هذا، ربما نهبط في حالي حسن والله. ايوا هبط تقود الا ما عندكش الجواب، تبقى هنا تتزقزق علينا هنايا. نزل تقود الا ما عندكش الجواب. ديال ليل جواد مرحبا بك. سمح لينا غير يبارك فيك خويا. الله يحفظك. ماشي مشكل دابا، انت مسكين متعصب. ماشي مشكل. لا غير ما دابا حنت خرجتي على الموضوع. اسمع دابا، انت قلتي ما جعلناك، قلتي رحمه ياك، ولكن باللي مجرد سالك سؤال ارتبكتي وبغى يتغير الموضوع. واش انت كتشوف الرحمه مثلا باللي جاوا شمال افريقيا والدول الامازيغيه، عريانين من جبال الاطلس وداوهم ساقوهم الى المشرق، كتشوف حتى هذا رحمه؟ واش باللي شق ام قرفه نصفين بجمالين، هذا كتشوفه حتى رحمه؟
واش مفاخضه عيوش 6 سنين هذا يسمى رحمه؟ راه ما كاينش الرحمه، راه جيت على الكلام مطاطي، راه حنا ما بغيناش نهضروا وصافي، حنا بغينا شي حاجه. انا كاين اخويا الموضوع كاين احاديث ديال الشيعه، كاين احاديث فهمتيني، واخا عندنا في القران، عندنا في القران، عندنا في دابا الناس كياخذوا الاحاديث من اي قنت وكيجيبوها كيحطوها على الاسلام. عندنا في القران مثلا واحد اللي كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وكيتفرقع، واش واش نحسبوا على الاسلام؟ واش الاسلام فيه انفجار؟ واخا دابا بغيت نهرب من دابا وحده وحده، انا ما عرفتش من السؤال، انا كنقول لك الاحاديث كاينه مغلوطه، وكاينه احاديث شي وكاينه كاينه تفخيض الصبيه، وكاينه دابا هربتي من الاحاديث ياك، ندوزو للقران. عندنا عده التي لما زال ما كتحيضش، عندها العده ديالها تنشر في القران، بقى ما زوطلاتاش مازال ما كيحيضوش، عطاهم العده يعني تزوجات تلقات وكيحدد لهم العده. اذا كيفاش غادي دير لها؟ نهربوا من الاحاديث، ندوزو هنا للقران مباشره، كيفاش اترقى هذا؟ فبهت الذي اسلم. أقلنا لكم الإخوان، رحنا كلنا ولا أستثني منكم أحدا، ولا لا أستثني منا أحدا، إحنا كلنا مسلمين بالفطرة، إحنا كلنا معمرنا خدمنا السؤال. هذا السؤال دابا اللي سولنا جواد بحال نزلتي عليه بشي ياجورة، معمره سمعوا في حياته، علاش؟ حيت ما بداش بهذا السؤال، ماشي سؤال راسو قال أشنا هو الدليل، اشنا هو الدليل على النبوه ديال محمد؟ اشنا هو الدليل؟ عرفتي اشنا هو الدليل؟ راني قلت لك الدليل، واسمع اش قال مولشي، اسمع اش قال محمد في القران. قال لك، واسمع ما كاينش تمشي ضد محمد، هو قال لك وما منعنا ان نرسل بالايات، واسمع صاحبي ما كتعرفش تسمع، محمد في القران تيقول لك هو تيقول لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني أنا ما غاديش، ما عنديش معجزة. القرآن هذا الميخي، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما قالش محمد، ياه وراه الله تيقول لك محمد ما عندوش معجزة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لحقاش دوك الناس اللي جاوا من قبل صيفطنا لهم الآيات وكذبوها؟ إذا أنا ما غاديش نجيب لكم معجزة، راه محمد ما عندوش معجزة، ما عندوش معجزة. محمد هو القرآن، أشنا هو اللي في القرآن معجز؟ قلنا لك عطينا منه فكرة جملة مفيدة من القرآن قدام الإخوان، كاين 161 واحد دابا في الغرفة، عطينا جملة مفيدة كاينة في القرآن. في أي نطاق بغيتي؟ أي جبد لنا غير جملة مفيدة، جبدها منين ما بغيتي، ضرب من البقرة حتى القصص الصور. ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، تفضل. ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. على وجه هاد الاخوان هادو، على وجه هاد الاخوان باقي كنهضر. خليك خليك ديال اللي راه خليك او ديال اللي رجاء نتصرف معاك شي تصرف ويقول لي ظلمتي وخليه وكتقمعو. رجاء ديال واش عباد الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، واش هذا دليل؟ جمله مفيده، هذه جمله مفيده. انا اش غادي نستافد الا قال لي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ اش غادي انا نستافد؟ خصني نلقى فيه الهدى، جبد لي الهدى اللي كاينه في القران، جبد لي هدى كاينه في القران، الهدى باش هداني قال لي شي سبع عباد الله ما داروا لك والو، سيدخل عليهم هجم اليوم، خذ لي من العيالات ديالهم، الاطفال ديالهم، النساء ديالهم، الممتلكات ديالهم، شرد القحبات. هذا الشيء كاين في القران، فاش كتحب؟ اشنا هي الغزوه؟ اشنا هي الغزوات؟ دار الرسول دارت 24 غزوه، اش غادي يدير في الغزوه؟ غادي يمشي يبوس عباد الله؟ غادي يمشي له عليهم الورود؟ اش كدير الغزوه؟ الغزوه كدير فيها كل شيء، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل، كدير في دينهم كل شيء، كتفرقع. داك الشيء اللي دارت داعش هو اللي كان كيدير محمد، وداك الشيء اللي دار داعش صوره مصغره كبيره صغيره على داك الشيء اللي كان كيدير محمد. اذا ما تبقاش انت باقي صغير، شي قلب لك على شي وسيقلب لك على شي فرطوطو، سيقلب على شي فرطوطو بلا ما تجي تبقى تصدعنا حنايا هنايا. ما عندكش جمله مفيده جابها الاسلام، ما تبقاش تقول لي
الحرب كان حرب دابا ما بين جوج حرب خالق المجرات غادي يضارب مع الاوس والخزرج شي ناس ساكنين في القياطن غادي يبدا يفتخر عليهم بالبلاغه ديالو وبالفصاحه ديالو وغادي يبدا يضارب معاهم وغادي يدخل عليهم بالسيف وغادي يبدا يسرق لهم النساء ديالهم ويبيعهم في الاسواق. الا كتظن انت هذا الاله غادي يبدا يسبي النساء اذا انت راه مريض اصلا. واش اله غادي يسبي النساء؟ واش اله غادي يدخل على شي ناس يسبي لهم النساء ديالهم والاطفال ديالهم؟ واش تمريض؟ ياك الاسلام انتم اللي خلقتوه، خلقوا غير شي خرا مقبول، شي اله كيقول لكم عطيني الدليل من جد وجد ومن زرع حصاد بحال هكا شي حاجه زوينه. عطيني عطيني الدليل بان كيسبكوا النساء وكيديروا عطيني شي دليل. نعطيك انا الدليل مشكلة. تخيل كلكم قاعدوا لي تقول الإسلام ماشي. تسيدي جل شعرك وضبط لك على شي سروال مقطع وسيت صاحب مع راسك، اش دخلك انت لهاد الدين هذا؟ والله سير سرد البنانة بخير معاه، اش دخلك انت للدين؟ لا مزوج الحمد لله مع الدين ديالك بصحيح. يا مزوج يا مزوج، دوك الولاد غادي تكبرهم عبيد ديال قريش كيامنوا بواحد الحمار كيطير بان الا دخلتي على شي ناس وخزيتيهم وخديتي لهم المتاع ديالهم وهزاتيهم وسبيتيهم وسي علمهم هذا الخرا هذا اللي علمونا والدينا. زدت انت هادشي علاش كنهضروا الخرا؟ راكم كدوزوا السموم لولادكم ولاد 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 ولادكم السموم. نزلت قود، نزل يلا نزلت قود وما تبقاش تجي. ألف لام ميم ذلك الكباب لا ريب فيه. فين الريب اخويا؟ بدا اول قال آية غلطة. ألف لام ميم شوف الآية كيفاش دايرة. ألف لام ميم ما معروفاش وتيقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يعني الكتاب خصو يكون موجود، اصلا ما كيعنيش بالقران هذا ذلك الكتاب او ذلك الكباب لانها كان خطا مقير. ذلك الكباب لا زيت فيه. فأول هو كاين عايش واحد الكتاب، هاد اللحظة ما عندناش من الكتاب اللي نزلت فيها الآية ما كاينش كتاب، تيقول لك لا ريب فيه، ولكن الريب راه قبل منها ألف لام ميم فيها الريب، فيها الحامض، راه ماشي فيها الريب، راه فيها ما معروفاش أصلا. شكرا شكرا العقل صديقي بغي كاين واحد لا العقل اسمح لي أنا غادي نعطيه الدليل على السبي ونمشي نتحر إن شاء الله غادي نصوم غدا. الدليل كاين في صحيح مسلم حديث كيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. أولا بالمختصر أنا اختصي يا رسول الله حديث ورده أنا اختصي يا رسول الله في غزوة فأباح لنا فاستمتعنا والنبي استمتع غادي الغزوة كيجيبوا بائعات الهوى كيقصروا بهم في غزوة. دير هارون دير أخويا إعجاب لو بغيت تطلع هارون راه زيد كتب شي حاجة ودير لايك قدروش يهضروا معنا احنا يا والله الشيوخ هذاك الفيزازي وهذاك العمري وهذوك المخيات ضربه ماشي هي ضربه كيجيبوها وكل مره كتجي شي حاجه جديده شي حاجه جديده كيطلقوها لهم حيت هما دابا بنادم كيخراو ليه في الدماغ ديالو بحال داكشي ديال الضبع كيعود بنادم بحال كيشم بول الضبع كنقولوا ياك شي واحد كيشم بول الضبع فاش كتشم بول الضبع كتعود محنط كتبقى تابع هادشي اللي قالوا لنا ما عمرنا شفنا الضبع في حياتي انا عمرني شفتو فاش مشيت لحديقة الحيوان ولكن ماشي بحال القرآن تيقول لك وما أكل السبع كيفاش ما أكل السبع أنا بغيت نفهم والله الإخوة اللي ما كنفكر في هذا وما أكل السبع كنقول كيفاش تفين تبع دابا وما أكل السبع وياه سيدي تسنى السبع حتى يكمل الماكلة ديالو وسي أنت قلب سيتي لك تي كتعيش في الجزيرة العربية تما وريح تشرح لي يا محمد
اش غادي نقول لك؟ الله يهدينا. ربما ما تعرف محمد على يدك انت نصدقوا دابنا بشي عمره ولا. يلا سيد. مهم اكل السبوع باينه. اش باينه؟ قول لي كيفاش باينه. دابا السبوع عندنا في اللغه العربيه راه ماشي هو السبع. لا السبوع ما بقاش هو السبوع. وي اسمع اسمع اسمع، السبع راه عنده الاسد، راه سميته الاسد صح. وعنده راه عنده شي 10 ديال السميات. لا 100 100، الغضنفر وعنده كذا كذا. والسبوع هو اللي عنده اي حاجه عنده النياب، يعني دابا راه يقدر يكون الديب سبوع، والكلب اعزك الله سبوع، واي واحد عنده النياب تسمى السبوع. وشنو ما اكل السبوع؟ يعني ملي تيقتل الفريسه وتبدا ياكل منها داكشي اللي شيطو، عندنا حنا حرام ناكلوه. الشياطه الشياطه بالدارجه تاعنا هي الشياطه ديال هذاك الجيفه. شتك زربتي عليا في هذه القضيه ديال اللي عنده النياب سميتو السبوع. كيفاش عقت بك؟ حيت ماشي بقيتي فيها، قلتي لا بقيت فيها غادي حصلني، ارا ندوز ليه الفارسه وداك الشيء. دابا انا بغيت نعرف علاش السبوع كتعني اي حاجه عندها النياب. دابا شوف اللغه العربيه، انا جده عندها، انا جده باقين عندها جوج ديال النياب، واش حتى هي سبوع؟ دابا حنا البشر ماشي بحال الحيوان، حنا تنهضروا على الحيوان، اما الانسان مختلف على الحيوان. ودابا بصراحه الى شي حيوان كلا من شي حاجه، واش غادي تاكلها انت ولا خصك ايه من السماء تقول لك ما تاكلهاش؟ خصك ايه من السماء. دابا راه خصنا الى بغيتي نناقش. دابا ما تقولش ليا دابا سولتك طغي طغي كلاخ. دابا لقيتي واحد الكلب كياكل من شي، واش خصك ايه من السماء ولا تقول لك اوكي الى الكلب كلا منها ولا المش كلا منها ما نقدرش ناكل منها؟ واخ نجاوبك. ما سولتيش راسك مع من كيهضر القران؟ واش نجاوبك بعد على السؤال الاول؟ اها. إذا تأملت في هذا الكون تتلقى بأنه منقاد، وما يمكنش مثلا أنا نبني واحد الفيلا بمليار وما نسكنهاش ونبنيها. كدير ليا نفس الشيء اللي نفس الخرا اللي كيخراو عليكم الشيوخ كتبدا تخرا علينا حنا. كنهضروا على واحد الحيوان كياكل واحد الفارسة، ولينا دخلتي لنا الكون، تجب الكون الهضرة. تما هو براين كوكس مالت براون، مهم هوكنز ولا اللي بغى يكون زعما راه. ودابا عندنا واحد الفارسه كنمشيو للقران تيقول لنا وما اكل السبع. اييه سولنا قلت لنا السبع هو اي حيوان عنده النياب. قلتي لينا اي حيوان عنده النياب الا كياكل في واحد الفريسه ما تاكلهاش، حرام عليك تاكلها. اييه. واش انت خصك آية من السماء تقول لك اودي الى واحد الحيوان كياكل من واحد الفريسة ما كتاكلهاش؟ أما الجواب بغيت نقوله ليك مركب، ولكن انت بغيتي جواب بسيط يعني نعم أم لا. محتاج. لا وانت اوكي بغيتي تدخل الكون، دابا بغيتي تشرح ليا. أنا الفكرة اللي بغيت نقول لك الكون، بغيتي تشرح ليا واحد الإنسان، واحد الحيوان كياكل من واحد الفريسة، واحد الإنسان حرمت عليه، وانت غادي تعاود لي على الكون. أنا بغيت نعرف شنا هي العلاقة ما بين الكون وواحد الفريسة كياكلها واحد الحيوان. واخا نوضح لك باختصار ما نطولش. لا لا طول، غير وضح لي أنا ما كرهتش. يعني ملي تدير المقدمات العقلية وتتبان لك بأن هذا الكون خالق وخالق، هذيك الخالق ما يمكنش يكون خلق هذا الكون عبثا، خلقوا لواحد الغرض. شنو هو الغرض؟ كاين عده اغراض، من بينها انه خلقنا احنا كبشر وبغانا اننا نعبدوه، ومن كماليه العبوديه اننا نتبعوا الاوامر ديالو والنواهي ديالو. واضح؟ هذا لا يعني ان الله تعالى تقدر تعاود هذا الشيء اللي قلتي عافاك، حيت الدماغ ديالي هرب.
واخا واخا شويه عاود. لا ما والله ما كنستفزك ما كنستهزئ منك ما والو، غير عاود هادشي اللي قلتي باش نستوعبوا الاخوان بغاو يفهموا هادشي. تفضل. ماشي مشكل، ماشي مشكل. خالق الكون مالو؟ خليك من خالق الكون، حنا تنهضروا على المخلوقات. دابا انت تعتبر راسك مخلوق ولا لا ادري؟ نهضروا على بعضياتنا بجوج. انا بعدا مرة كنقول انا مخلوق، مرة كنقول انا مخلوق، مرة تنقول محال وداك الشيء. المهم ما عنديش، المهم نهضروا على راسي انني متيقن انني مخلوق. نهضر على راسي انني مخلوق. شنو اللي خلاني نحكم انني مخلوق؟ ملي كنتامل في ذاتي في شكلي ولا اي ظاهريا، هي ظاهريا تلقى راسي مقاد. ما معنى مقاد؟ خلي ما تقولش لي هذا هو السؤال فلوخ. وي ما تقولش لي راه كاينين شي وحدين معاقين. احنا نهضروا على القاعده ما نهضروش على الاستثناء. فملي كنلقى راسي مقاد ما يمكنش هذا اللي خلقني مقاد وخليني هكا عبثا. ضروري خلقني لواحد الغرض. اش هو الغرض؟ هو العباده ديالو. حنا ملي كنقولوا العباده راه ماشي مفهومه الضيق هي الصلاه والزكاه ولا الصيام. العباده مفهومها شامل. هو الشيء اللي عرفتي باش عرفتي هو طلب منك العباده. او هذه الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه ملي كنعرفوا انه خلقنا، الخطوه الثانيه عندك جوج احتمالات. اما هذا الاله خلقنا وخلانا، او خلقنا وترعانا. فإلا قلتي خلقنا وخلانا هنا اله فاشل، هذا اله ناقص. اما إلا قلتي خلقنا وترعانا، الرعايه تقتضي انه خصو يشوف لنا شنو اللي تيصلحنا ولا شنو اللي تيفسدنا. الاشياء اللي تضرنا بعباره ادق، الاشياء اللي تضرنا والاشياء اللي تصلحنا، هذه هي باختصار. واش نجح الاسلام في هذا الشيء هذا؟ شوف لا، واش الاسلام دابا بحال كتقول لي الاسلام ولا الله جا بغى يبين لنا الخير من الشر؟ واخ حيت هذا هو هذا هو الباز اللي كيتبنى عليه هذا الدين. هو زعما الانسان ما قادرش يعرف الخير من الشر، وخص خالق جوج تريليونات ديال المجرات خصو يشرح ليه يبين ليه الخير من الشر. واخا هنا دابا واش وعسكت وعسنا صح. واخا دابا واش الاسلام نجح انه يقول لنا ها الخير ها الشر، نجح انه يفرق الخير من الشر؟ مزيان، سؤال ممتاز. هنا عندك دابا الاليات اللي تنمتلكوها احنا كبشر من غير تدخل السماء، يعني من غير تدخل الله تعالى، هو العقل. العقل هو اللي أوكي. مشترك بيناتنا، ياك متفق معايا في هذه القضيه ولا لا؟ وي مزيان. هذا العقل هذا تلقاو ان البشريه، نهضروا على البشر اللي احنا عايشين معنا دابا قبل 100 عام، ما مشوش على 1000 سنه. كاينين اللي وظفوا العقل وتعتبروا راسهم على صواب، ولكن راه مثلا نجيب الكلمه واخا ما بغيش اللايف يضرب هتلر. المهم هذاك خونا مول نصف موستاج الالمان، هذاك اللي كان في الالمان، الحزب ديالو اللي تيبدا بنا نازي. المهم باش ما اللايف ديالك ما يضربش صافي. هادوك خوتنا ماشي كانوا تيتمتعوا بقتل البشر؟ وكانوا تيعتمدوا على الفلسفه ديال نيتشه اللي تيقول بان ما عندنا ما نديروا بالبشر اللي ناقص. اي واحد معاق تخلص منه، العجزه تخلص منهم، كذا تخلص منهم. واش في نظرك هادوك خوتنا هادوك النا زي اللي خدموا غير عقلهم ما كانوش يعتمدوا على الوحي، واش تعتبر هاد الاخلاق اللي كانوا عليها هاد الناس على صواب؟ لا. اذا انا العقل قاصر. وي واش انت معايا ولا عتدي لي؟ وي دابا 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 سبي النساء واش خير ولا شر؟ هذا سؤال زوين. واخا تقول خونا تقول خونا حيد الصور تقول لي ها دابا كتهضر معايا صاحبي بحال كتصحابني انا محنط. راك ماشي شيخ وانا راه ماشي مسلم وتيمم تدي السواك في امي ومكحل عينيا ولابس تقصير وداك الشيء.
انت كتهضر معايا بحال انا ضارب القرقوبي ولا شي حاجه. لا 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 حاش مع كامل احترامي. دابا غادي نعاود نسولك، والسبي النساء خير ولا شر؟ واخا نجاوبك نجاوبك. لما تجاوبنيش قالت لي نسولك بلا ما نتسنى الجواب. ثلاثه الاصناف دابا تخيل معنا حنا مروكو. انتوا عندكم ديما تنقسموا الى ثلاث اقسام داك القوالب. قلت لك يا صاحبي ما تبقاش تلعب ليا القوالب. واخا انا نجيك نيشان، المراه اللي جات مع الجيش وهزت السلاح وتتحارب مع الجيش هي اللي تنسبيوها، المراه اللي عاطينا الثقار ما تنسبيوهاش. واضح؟ ها انا جيتك من الاخر، المراه كانت مع الجيش هزت السلاح. تخيل معايا شي وحده أوكرانية مع روسيا، أوكرانية قلت لك دابا الا قلت لك ما تبقاش تجي، الا قلت لك ما تبقاش تجي عندنا لهذا اللايف ديال بياليغ ما تبقاش تجي غيبقى مرحبا باش غادي يبقى فيك الحال ولا ما يبقاش عادي بالعكس بلوكي خوك. عرفتي اش غادي الا غادي تخدم داك الدماغ ديالك مرحبا بك في اي وقت. مرحبا. الا غادي تجي تبقى دريبلي بلا ما تماركي وما عندنا من ديو بالدريبلي. دابا انا دريبلي جيت نيشان انا. وما جيتيش نيشان اصاحبي. انت كتقول لي شي حاجه اللي ما كايناش. والمغيرات صبحا واحد خينا نعس وانت هجمتي عليه كيفاش كيحارب؟ وقال لك يا سيدي هما كيسبيو غير النساء اللي كيحاربوا، فين عمر المراه كانت كتحارب؟ واي 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 قول لي انا فين عمر المراه كانت كتحارب؟ والمراه ما عندهاش الحق تخرج من الدار، ما عندهاش الحق تمشي ترعى الغنم، كيفاش غادي تخرجها انت تحارب؟ شكون غادي تحارب المسلمين؟ تحاربهم وحده مشركه. عرفتي اش غدير؟ انا ما قادش عليك ما نكذبش عليك. هتهبطني. لا ما غادي نهبطك ما والو، انا ما نقدرش. انا راه شنو اخر مره حيدتي فيها الجنابه؟ هذه امور شخصيه صاحبي. دابا انتم تدعيوا الحريه الشخصيه. شفت الجنابه ديال 10 سنين انت باينه من الهضره ديالك. وجاي كتقول لينا الاسلام وضربه ما كتعنيش ضربه و... ما ندخلوش في الشخصانه. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. ما كاين لا شخصانه لا والو. انت ما كتصليش. دخلتي معايا في الحمام. انت ما كتصليش. انت جاي تقصر. انت جاي كتقصر. انت جاي بالمغربيه جاي بغيتي تكفت بينا. لا حول ولا قوه الا بالله. عندك دابا هنا الجو كل شيء. احنا رجاله اسيدي. شوف بيني وبينك وتاد بنات تيك توك والله يا صاحبي اللي تطلع وتدخل دابا الكاميرا. دابا انت علاش حنا كنهضروا؟ اسمع محمد، مشاو هذيك العيالات الزويونه محمد الادبات محمد. نعم خويا. جوج ديال الحوايج اللي كيبهروا العلماء ديال العالم كله، الاولى هي لونيفير، الحجم ديال هذا لونيفير اللي كنعيشوا فيه. دوك الواعرين في الفيزيكس والفلاستونومي كيضرهم راسهم، ما كيقدروش يستوعبوا الحجم ديال هاد لونيفير. هذه هي الاولى. ثاني حاجه هو العقل ديال الانسان، ما كيقدروش يستوعبوا الكومبلكسيتي ديال العقل ديال الانسان. دابا اللي خالق هادو بجوج انت كتقارنوا لنا مع بوتين. نجاوبك انا تنقرب لك المعنى. حاشا واش نقارن الله تعالى ببوتين، انا تنقرب لك المعنى. انا كيعجبني واحد الانسان فاش كتهضر معاه تيقول لك عرفتي اش غادي؟ غتعطيني واقيله 3 مينوت غادي ندير واحد البرين ستورمين باش نجاوب. اوكي، حيت باش كتقول واحد الجواب يا اما خصك تكون عارفه ويا اما خصك الوقت باش تجمع الافكار ديالك وتعطيهم لواحد الانسان. دابا الله قلت لك الفكره بان هاد لونيفير الحجم ديالو ما كيستوعبوش الانسان، ما كيستوعبوش، ما تقدرش تستوعبو. فاش كيقول لك بان لونيفير داكشي اللي كنعرفو فيه، الا بغيتي تضرب من واحد ليكستريميتي لواحد ليكستريميتي خصك 8 مليار سنة ضوئيه. الضوء 8 مليار سنة ضوئية. الضوء كيضرب 300 كيلومتر في لا سكوند، يعني في اون سكوند، اون سكوند الضوء كيضرب دور على الكرة الأرضية 3.5 مرات. خالق هاد لونيفير
ما كنقارنوش مع بوتين. نجاوبك عرفت فاش كنسمعك نجاوبك كيضرني راسي، حيت انا الا شي واحد هضر معايا بهذا المنطق اي شات ذا فاك اب، كنسكت ما تنقولش لي غادي نجاوبك. كنستوعب كيفاش خالق المجرات غادي يجيب لنا واحد النبي اللي غادي يبدي يسبي النساء. انا غادي نقول لك علاش، حيت نورمالمون فولا. مرحبا بك اختي، شكرا، مرحبا بك. واش فهمتيني؟ الاله ما يمكنش يجي يسبي الانسان، لحقاش الى سبى الانسان ما يمكنش الناس غادي يتبعوا هذاك الدين اللي فيه السبي. لحقاش الدين هو ايديولوجيه وخصك تبيعها للناس، وباش تبيعها للناس خص تكون فيها شي حاجه اللي كتسمى لاتراكتيفنس ولا لاتراكتيفيتي، شي حاجه اللي كيبغيوها الناس. كتقول لهم غنقلب لكم على الخدمه، غادي ندخل لكم الماء، غادي ندخل لكم الضوء، غادي نحل لكم المدارس، هكا كتبيع الايديولوجيه ديالك. واحد الاله الا جاب الناس سبي، الانسانيه غادي ترفض هذيك الايديولوجيه، ما غاديش تتبعها، حيت هذيك الايديولوجيه مضره للانسان. فاش كتجي عند واحد الانسان اللي عنده الدار وعنده الاولاد ديالو والمراه ديالو والبهيم ديالو والزراعه ديالو، وكتجيب ليه واحد الدين كتقول ليه راه الدين فيه السبي او لا فيه الغزو او لا فيه الغنيمه، هذاك الانسان غادي يقول لك انا ما غاديش نتبع هاد الدين حيت ما كيخدمش المصلحه ديالي، هاد الدين هذا كيضرب في المصلحه ديالي. اوكي فهمتيني؟ وفهمت. ناو السؤال اللي كنت انا ما كنتسناش غادي نجاوبك، غادي عاد تخرع عليا داكشي اللي خراو عليك ولا كتجبدو من راسك ولا شي حاجه. السؤال اللي كيتطرح، علاش الدين نجح وهو فيه السبي؟ علاش الدين نجح هو فيه السرقة والسطو والقتل والنهب والغنيمة وجميع الخصال الخيبة؟ حقاش باش كتوصل لواحد المستوى أنك تقتل الإنسان، يعني تقدر تكذب عليه، تقدر تخونه، تقدر تأمر عليه، تقدر تخدعه، تقدر أي حاجة خيبة تقدر تديرها ليه. علاش؟ حيت ضربتي البلافون، أنك وصلتي أنك غادي تحيد ليه الحياة دياله. مع عمرك سولتي راسك شكون هاد الناس اللي تبعوا هاد الدين وخا فيه السرقه وخا فيه القتل وخا فيه السبي وخا فيه قطع الاوصال والايدي والارجل من خلاف وخا فيه الرجم وخا فيه قطع الايدي وخا فيه ضرب المراه؟ مع عمرك سولتي راسك شكون هاد الناس اللي غادي يعجبهم هاد الدين؟ صديقي ما تقلقش. ممكن سؤال، يعني منين خديتي هاد الروايات؟ يعني دابا انت متاكد ان هاد الروايه صحيحه ياك؟ انها واش انا قلت لك شي روايه؟ لا، وهادشي يعني تراكم ديال روايات واحاديث وايات قرانيه، متفق معايا؟ عطيني شي حاجه اللي قلتها ما كايناش في الدين. مزيان هادشي اللي بغيت، يعني انت خديتي هادشي عن طريق الروايات وعن طريق الايات والاحاديث. اذا جبت لك ايات واحاديث وروايات نقيض هادشي واش تصدق بها؟ غادي نقول الاسلام في التناقض، يا اما محمد سكيزوفرينيك عنده دوبل بيرسوناليتي ديسوردر، واما الاسلام ماشي من عند الله. هادشي اللي غادي نقول. القصه المعروفه ديال سوره الفتح، ملي قال لهم ما تروني اني فاعل فيكم، قالوا يا اخ كريم، ابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. علاش سمح لهم النبي، سمح لقريش؟ وهذه قصه معروفه، هذه مع قروها لنا ملي كنا صغار. يعني خصك تامن بهذه الروايه. انت تجتر. شوف اصاحبي اللي يقول لي مقرقب، انت تجتر. اسمع غادي نعاود نقولها لك مره. نعم غادي نعاود. نعم. نقولها لك ان الناتشيل، غنحطها في القرقعه، وسط القرقعه باش تبان لك. خالق هاد المجرات كيصيفطنا واحد الانسان لهاد الارض، وهذاك الانسان كيسبي النساء ديال الانسانيه باسم الخالق في القران،
واش تقبل انت ان هذا اله؟ سولتيني يعني خصني نجاوب. لما خصك تجاوب يعني خصني نجاوب ولا تفرج فيا خصها تسمع؟ ولا دابا ما فهمتش ملي كنبغي نجاوب. حتى شنو هي انا خصني نجاوب؟ ولا كيفاش انا خصني نجاوب؟ انا معاهم كنهضر كنهضر مع الحيط. ومني كنبغي نهضر خالق المجرات خالق المجرات كيصيفط واحد النبي ديالو، هذاك النبي ديالو كيجي كيسبي النساء. انا بغيت نفهم او انا فاكين اندرستاند ذيس. دابا انت الاسلام كامل حصرتي في السبي. الا فيه السبي اذا الاسلام ما يمكنش اله يسبي. تخصنا القران كله نخراو عليه عادي بان لكم بان هذا الشيء راه واحد الحاجه اللي كتقولوا جايه من عند الخالق، ما خص تكون فيها حتى شي حاجه خايبه، خص يكون فيها كل شيء زوين. حنا جبتنا واحد الحاجه سميتها السبي، وإلا ما عجبك السبي نجيبوا لك شي حاجه اخرى ونجيبوا لك 10 و20 و30 و100 حاجه و200 حاجه في الاسلام ما يمكنش نسبوها للخالق. اوكي دابا جبدنا مثال سبي النساء، انا كنعتبر سبي النساء هذا اله جبان. اله جبان تسبي النساء اله جبان. في اخبارك عندنا حنايا كمسلمين على دابا في اخباري والو. دابا دابا عاود رجع استوعب هادشي. خالق 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 جوج خالق خالق الكون خالق غادي ننزلك خالق 2 تريليون جالاكسيز ولا سيستم سولير. جوج ديال التريليونات. عرفتي شنو هي جوج ديال التريليونات؟ هي جوج حط حداها 12 صفر. تاكدوا من هذه المعلومه الاخوان. جوج حط حداها 12 صفر غادي يجي غادي يسبي النساء. انا ما بغاش تدخل لي الدماغ ديالي، ما بغاش يستوعب الدماغ ديالي. هو جاي بغى ينشر واحد الرساله. اشنو هي الرساله؟ هي كنقول لك وانت كتسمع، ولا تقتي هي هذيك، الا ما تقتيش المشكل فيا انا، انا اللي ما عطيتكش الدليل المقنع. هذه هي اللي كيعني الرسالة. هذا هو البروسيسوس اللي كتنشر فيه واحد الرسالة، كتعتمد على حاسة واحدة هي حاسة النطق، واللي كيسمع لك كيعتمد على حاسة واحدة هي حاسة السمع. اش جاب السبي للهضرة؟ اش غادي يغير السبي الى واحد الانسان ما بغاش يامن بك وسبيتي ليه البنات ديالو؟ اولا هذا يعتبر انهزام. علاش؟ حيت ما وصلتيش للهدف ديالك. يعني حنايا حطينا كانسانيه، الاسلام حط الانسانيه في نفس المستوى ديال الله، بحال هافي ويت مخاري مع هافي ويت. اوكي الى حطيتي خالق المجرات ما يمكنش ما يمكنش يسبي النساء اصلا، ما عنده ما يدير بالرب ديال العباده ديالك، التكواز ديالك وديك الكلام الفارغ اللي كدير ودوك الحركات وداك تحيات لله الزكيات لله طيبات الصلوات لله، هذاك الشيء كله هو ما محتاجش ليه. دابا انت طيبتي طاجين وخليتيه ما كليتيش، واحد بنى الدار وما تسكنهاش، شنو تقول عليه؟ هبيل. علاش خلق هذا الكون كامل الا ما كانش بدون غرض؟ اشنو هو الغرض؟ واه جاوبني دابا، شنو هو الاله ديالك؟ خلق اش وقول لي انت اشنو هو الحاجه اللي غادي يحتاجها هذا الخالق من الانسان؟ اعطيني انا هذه الحاجه اللي اعطيني شي حاجه غادي يحتاجها هذا الخالق من عند الانسان. وخلينا نهضروا، عطيناها فرصه. واه كنهضر معاك وانا غنجاوبك. اولا حنا عندنا قاعده، الله تعالى غني عن عبادنا وغني علينا اصلا، ما محتاجش للعباده ديالنا. غني وكيجي يسبي النساء. ودابا خلينا نهضروا صاحبي، انت شديتيها سبي النساء سبي النساء. وعلى من غادي تكذب؟ وراه الاسلام واحد غني. واسمع اسمع غني ما كيحتاجش ليك نهائيا. وراه عندنا اله باني خلقنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني.
أيال. الحاجة وحدة هي باش يعبدوه، راه تيقولها لك في القرآن، تيقول لك بأن الله يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. انت كتقول لي بانه غني عن العالمين، اذا هذا اللي كتب القران سكيزوفرينيك، عنده دوبل بيرسوناليتي دي صدر. ما يمكنش تكون اون بيرسون، ما يمكنش يكون فم واحد، ما يمكنش فم واحد يخرج منه جوج ديال الحوايج توتالمون اوبوزي لا لا لوتر. عرفتي غادي انا ما غاديش نهضر معاك، انا كنتمنى الناس اللي لتحت كيسمعوا وجمجموا الاخوان عافاكم. وما عطيتيني حتى فرصه نهضر اصاحبي، انا خليك. وانت اش غادي نعطيك فرصه؟ واش انت مريض؟ تبقاو نعطيو بنادم فرصه، انت راه غتمرضنا اصاحبي، راه خصك تكون شويه في النيفو، ولكن ما تكونش انت كتلعب في واحد لا ديمونسيون اخرى لا علاقه لها بالديمونسيون اللي كنعيشو. جاوبني اقنعني دابا شنو هذا الاله؟ واش كيفاش غادي نقنعك وما عنديش علاقه معاك؟ يابا ما كاينش واحد امويا، واحد لانتيغميديير بيني وبينك انني نتصل بك. انت راك مريض وغادي تمرضني، الله يرحم باك. بغيتي تستعمل العقل ديالك الطبيعي استعمله، بغيتي تخرع علينا راه حنا ما مستعدينش لهذاك الشيء.